بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم راح نتكلم عن adding سكرين شوتس. سكرين شوتس واحدة من ضمن النقط المهمة والقوية جدا بصراحة والجميلة خالص في ارتكوليت. في تول جميلة خالص بتخليك بتسمح لك ان تاخد سكرين شوت من السكرين اللي انت بتعرض عليها. الوزر ده يا جماعة بنحنا بنضغط على سكرين شوت بتلاقي فيه سهم صغير، لو ضغطت عليه بيبتدي يديلك السكرينز اللي هي مش متصغرة يا جماعة، عليها متكبرة. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا فاتح البراوزر بتاعي وفاتح الاكسبلورر بتاعي، الاثنين دولت انا عامل لهم، لو انا عملت لهم كده مينيمايزيشن هلاقي السكرين شوت بتاعي ما فيهاش اي حاجه غير السكرين كليبنج، فبالتالي لازم انا ابتدي اعمل ماكسيمايزيشن للحاجه اللي انا عايز اعملها، اخليها في الخلفيه متكبره مش مينيمايزيشن. اهم حاجه ما اخليهاش متصغره مينيمايز على التاسك بار، لا اني انا اخليها تبقى ايه، تبقى ظاهره من بره. لو رحت للبرنامج كده يا جماعه وانا كده عملت ماكسيمايزيشن للاثنين البراوزر وللاكسبلورر، هروح للسكرين شوت هلاقيه ابتدى فتح لي الاثنين ويندو اللي هم بيسميهم لي الافيلابل ويندو اللي هم قاعدين في الخلفيه. جاست يا جماعه لما بتضغط عليها بيبتدي ياخد لك ليها سكرين شوت وبيبتدي يحطها لك زي برنت سكرين بالظبط للمساحه بتاعك وتبقى جاهزه ان انت تعمل لها اديتنج يا جماعه. طيب من ضمن النقط الجميله خالص برضه، رحت لقائمه انسيرت ورحت قلت له والله سكرين كليبنج. السكرين كليبنج ديت يا جماعه فيتشر جميله خالص بتخليك انت تبتدي تعمل دروينج للحاجه اللي انت عايز تعملها انسرتيشن. فبالتالي مثلا هبتدي اخلي لك لو انا خلوني مثلا اصغر النافذه ديت وافتح نافذه الاكسبلورر وارجع مره تاني للبرنامج واقول والله سكرين كليبنج، هتلاقي ان الشاشه بتاعك بقت ديم كده، بقت زي شفافه، وادالك الوزارة بتاع ان انت ممكن ترسم. فلو انا رسمت مثلا جزء معين من الشاشه مثلا لغايه هنا هبتدي يدرج لك الجزء ديت جوه مساحه العمل بتاعك وتبتدي انت تبتدي تمنتج عليه او تحط عليه الحاجه اللي انت عايزها. ده بصراحه من ضمن التولز الجميلة خالص من ضمن من الفيتشرز بتاع البرنامج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.